السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوتي قال لك زعما حفطر او يهدد في الجزائر في شنقريحة ويهدد في الدولة الجزائرية. رد عليه هذا الجزائري بطريقة، وكي تجي تشوف خوتي هو نحاربوهم بالحماية المدنية، يعني بيا نحاربوهم بالحماية المدنية ونحاربوهم بالمعوقين هذوك اللي يديو 300,000. فهمتو خوتي؟ رد بالك حفطر، تاع على بالي باغي تفطر، أرواح تفطر أرواح. اسمع شو الجزائري هذاك فارد عليه. شبيك حفتر؟ على بالك حفتر؟ على بالك تحية خاصة للشعب الليبي اللي يحبوكم ونموتوا عليكم، بس هذاك الرخيص خاصني نرجع عليه. على بالك باللي جا ما نحاربوكش، حنا رجال اقسم برب السماوات ما نحاربوك وما نطلقوش عليك الجيش، باسكو الجيش نحتاجوه لامريكا والمانيا وفرنسا ونحتاجوه لبلايص كبار، فهمتني؟ نجا نطلقو عليك غرمزة بس دغريت نفتكو. على بالك بس دغريت ما تموت، شبيك رجع لعقلك؟ قالوا ندخل الجزائر ونهدد الجنرالات ونهدد الرئيس الجزائري، انت مهبول في راسك انت. تو اقسم بالله العلي العظيم نطلق الحراقة هذاك اللي راهم في فرنسا يهبطوا للبلاد يخرجوك على كلبك احنا. ارجع لعقلك، ارجع لعقلك، ارجع ارجع لعقلك. على بالك باللي نحط عليك نقسم بالله العلي العظيم بتشيك توك ناحية السروال، بتشيك توك بلا حرب، بتشيك توك ناحية السروال. خماخ تحية خاصة للشعب الليبي خاوتي نحبوكم. واش حاطين هنا كوري؟ حاطين كوري اللي جا يهضر على الجزائر؟ لو حتى تروح الحكومة ما كانش الجيش، كان الشعب يحب الجزائر. اش بيكم انتوما ماكمش نورمال؟ بلا حكومة الجيش، الجيش الشعب وحده، الشعب وحده يمشيها. ما شفتوش في الحراك؟ في الحراك عام وحنا نمشوا فيها وحدنا، عام وهي تمشي على الشعب هو اللي يمشي فيها. حطينا كوري انتوما ارواح وادخل للجزائر، ارواح واحكي على الجزائر، ارواح وطلع لايفات وطلع مانيش عارف ديزابوني على الجزائر، على الجزائر نهار كامل انتوما تاكلوا فيها. واحد بس ارجع لعقلك، ارجع لعقلك. كاين شعب يحبها، كاين احرار يموتوا عليها، كاين احرار يفدوها بالدم، اقسم بالله الدم ينحوا على جالها. أنا نقول لكم باش مرة أخرى ما تزيدوش تغلطوا، حق ما نزل الصلاغ نقعد نجالب فيكم ما نطلقكم، ما نطلقكم. وكاين آلاف ملايير أحرار ورايا، ملايير من الجزائر أحرار يحب